يبقى اذا هو داس على البطن اللي اسمه ترو اللي اسمه اد، وكانت الخانه دي بترو، مش المفروض يروح يضيف ده، المفروض يطلع له رساله يقول له فيها خلي بالك الاي دي اللي انت كاتبه ده اصلا موجود في موظف ده الاي دي بتاعه. طيب تعالوا نعمل الخطوه دي، رايت كليك على الشيت نيم واقول له فيو كود من المديول، ده الكود اللي مع الجروب اللي اسمها اد بطن. يبقى قبل ما يبدا يعمل كل الكلام ده هيعمل جمله اف، هتروح للخليه اللي اسمها اي 2، هتشوف اذا كانت تساوي ترو زين، عشان اتاكد بس ان الكود صح هنكتب مسج بوكس ترو واكزت سب، خلاص وقف على كده واند اف. يبقى المفروض دي ترو هيطلع لي رساله. طيب تمام. طيب هو هيطلع رساله مش بكلمه ترو بقى، هو في الحقيقه هيطلع لي رساله مكتوب فيها this id is already exist، الرقم الذي تحاول اضافته موجود مسبقا. Would you like to modify، تحب اجيب لك البيانات عشان تعدلها؟ طيب نتاكد ان الرساله بتظهر عشان لسه هنحط باتون للرساله. تمام، يبقى طول ما دي ترو الرساله هتطلع بالشكل ده. طيب الرساله بتطلع فيها باتون واحد بس اللي هو اوكي، انا عايز الرساله يكون فيها يس ونو. يبقى في بي يس نو او اوكي كانسل زي ما تحب، اي حاجه فيها اختياري. تمام. طيب قيمه الرساله دي بتديني يس ونو اللي هي تقريبا 6 و5، انا مش فاكر، هنعرف مع بعض يعني، لو انت مش فاكر تقدر بالكود تعرف. المهم ان الرساله دي انا عايز اعرف هو اليوزر داس على يس ولا على نو، فانا هعمل متغير وليكن اسميه انسر از انتر، هو هيشيل قيمه واحده بس اللي هي يس ونو، وانسر ده بيساوي الجمله بالطريقه دي فيها غلط، اذا كانت مسج بوكس بتساوي متغير فانا محتاج افتح قوس. طيب وتعالوا عشان نعرف يا يس تساوي كام ويس ونو تساوي كام، تعالوا نطلع مسج بوكس تاني فيها انسر. احنا مش محتاجين نعمل الخطوه دي، بس انا كنوع من التاكيد انا عايز اعرف يا يس تساوي كام ونو تساوي كام. يس ب6 فعلا ونو ب7. يبقى انا دلوقتي اقدر اطلع له رساله، الرساله دي بتقول له ان في عندك الاي دي اللي انت بتحاول تضيفه ده بتاع موظف موجود اصلا، فانا هجيب لك البيانات هنا لو انت حابب. فلو ده سيس اللي هي 6، يعني الكود اللي جاي كله هيحصل لو انسر تساوي 6، 6 اللي هي مين؟ اللي هي يس. عرفت منين؟ شفنا بنفسنا دلوقتي. انا عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ عايز اروح لللوكيشن اللي هو في حالتنا دي 20، اخد البيانات اللي هنا دي ارميها في الخانات دي. يعني انا هستخدم نفس اللوب اللي عملته هنا بس بالعكس، بدل ما كنت باخد من هنا ارمي هنا، هاخد من هنا ارمي هنا. طيب ازاي؟ اولا انا المعلومه الاولى عندي، المعلومه اللي موجوده في العمود الثاني عندي، انا عايز المعلومه اللي موجوده في العمود الثالث اللي هي الامبلوي نيم والرابع والخامس والسادس. يعني انا عايز متغير انا اسميه مثلا اولد داتا، البيانات القديمه، نوعه انجر، المتغير ده اللي هو اولد داتا، بيبدا من 3 لغايه 6. نيكست اول داتا، دايما 4 بتنتهي بنيكست، فعشان ما نغلطش انا بكتبها قبل ما اكتب الكود اللي ما بينهم. يعني انا محتاج المعلومه اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. طيب يبقى انا هقول له ايه دلوقتي؟
هقول له روح للخليه اللي في 7-3، خد قيمتها اللي هي C4، فهتشاور على هنا، وخد فيها القيمه اللي في 20-3. ليه 20؟ ما خلاص من الموظف اللي نكبه هنا ده موجود في الصف رقم 20. طب تعالوا نجرب. يعني انا دلوقتي اقول له ايه؟ هقول له الرينج سيلز 7 مع اولد ديتا دوت فاليو ايكوال. ايه اللي نكبه ده؟ 7 اولد ديتا يعني 7 3 7 3، ادي 3 7 اللي هي فيها C4. يعني كاني بقول له رينج C4 اللي هي الخانه دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي سيلز الرو موجود في الخليه اللي اسمها A4 والكولم هو all data. تعالوا نجرب. انا اول مره اكتب الكود بالمناسبه دلوقتي وانا شغال معاكم. نسينا نحط endf. طيب نكتب موظف من دول 9 9 1 6 5 6 720، هات البيانات، جاب البيانات. يبقى انا قدرت اعمل ايه دلوقتي؟ اذا كان الاي دي ده بتاع موظف موجود هنا قدرت اجيب بياناته فوق.